امبارح هم ما عملوا يعتبر ما عملوش اي حاجه، حتى لو كان في ناس عايشه امبارح كان على حالهم ده هم اللي موتوهم. يعني الحاله اللي طلعت النهارده حنا دي هم اللي بهدلوها بالكشيك، بقى يطلعوا عليها لفوق ونقول لهم المكان هنا، مكان المكتب هنا، ما كانوش بيسمعوا الكلام، يشتغلوا بدماغهم، هم يجوا يزعقوا ويسبوا ويشتموا بس. يعني بستة الصبح لغايه النهارده اللي ما ماتش يموت، احنا لغايه الصبح سامعين اللي هم فيه ناس حيه، ازاي طلعوه ميت؟ من ايه؟ من الاهمال. احنا من الساعه 5 للساعه 10 امبارح بالليل لالاش جات القناه ولاش المحافظه اتحركت. داعين امه ما عادش الا هو، انا ثلاث بنات ابوها ما عادش اخوات صبيان، لازم الدنيا تصدق نفسها بقى. حرام، هيفتح الشركه يموت كم شاب؟ حرام حرام والله، تقول له تقول له حرام. بيتصلوا بالمسؤولين بيقول لهم لما يخلص الماتش ياخدوا مزاجهم من الماتش، لو ابنهم هم تحت الانقطه يطلعوه مش هيطلعوه. سابوا يومين يموت، سابوا يومين، سابوا يومين عشان يموت، سابوا يومين عشان يموت. لو كان الحقوق كان ما كان سعي كان رجع لنا، كان رجع لنا. امبارح ما استاذ وائل كان بيكلم وزير الاسكان، ما عجبوش الوزير كلام استاذ وائل وقال له انت مش مديني فرصه ارد عليك، فما اداله فرصه يرد عليك ما لقاش مبرر ان السقف وقع من 7 الصبح لكانت حوالي الساعه 1. ما كانش عنده حاجه تشيل الناس اللي تحت، ما كانش فاضي بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك. اما عرف ان الاهلي غلب افتكر ان في بني ادمين مرميين تحت الانقاض، من ضمنهم ابني، ابن جارتي اللي احنا مربيينه وعارفينه، يموت عشان خاطر الوزير يتفرج على الماتش. لازم يكون في اهتمام، اهتمام لما تحصل حادثه زي كده يكون في المعدات والحاجات الكافيه في المحافظه اللي هي فيها. معقوله محافظه زي ديت هل ما فيهاش كباش، ما فيهاش فحار، ما فيهاش اي اهتمام لاي حاجه تقع تانيه؟ فمن المفروض ده لو اهتمنا بالحاجات دي هننقذ الناس اللي ماتت. ما جابوش الحاجه على طول وانقذوا الشباب العريس اللي شقته مفروشه دي يا اولاد؟ كان هيتجوز في شهر 5 ولا 6 يا اولاد. ليه ما شافوا؟ ما شالوهوش يا اولاد، حرام عليهم يا اولاد. الاسعاف ما رضوش يخلونا نشوف الواقع، وبقى يزقونا ويزحونا في الارض وما رضوش يخلونا نشوفه خالص، وزح ابوه وقعوه في الارض وزح امه وقعاه في الارض. احنا يا عم اللي احنا فيه ده ما حد ما رضاش حد واصل. اللي تسبب في اللي حصل ده يتحاسب.